الشيخ تركي المنديل عضو مجلس قبيلة جبور، الناطق الرسمي باسم مجلس قبيلة جبور في سوريا عشيرة العلي. تتشكل قوات سوريا الديمقراطية من أبناء المنطقة بشكل عام من كل المكونات الموجودة في المنطقة، ولها دور بارز خلال المرحلة الماضية. يتسلسل هذا الدور من طرد كل المجموعات الإرهابية من القامشلي، من حدود القامشلي إلى حدود دير الزور. الحقيقة أبناء قبيلة جبور الآن هم في قوات سوريا الديمقراطية من الوهلة الأولى، دافعوا عن هذه الأرض ودافعوا عن هذا الشعب ودافعوا عن كل المكونات في المنطقة، واستطاعوا تحرير المنطقة من الإرهاب ومن داعش. أحب أؤكد لك أنه العشائر تقف خلف أبنائها مهما كلف الأمر، لأن أبناؤها على صح. نهبت بيوت السوريين ونهبت أملاكهم ونهبت أراضيهم، واليوم تكرس هذا العمل في رأس العين، تكرس هذا العمل في رأس العين وفي المنطقة التي تم احتلالها من قبل المرتزقة أو من قبل الجيش الحر. الحقيقة والواضح للعيان اليوم هذا الضياع اللي عم يعاني، يتم نقله من منطقة إلى منطقة ويتم الإساءة له. ما يحصل الآن في المنطقة الجنوبية بمنطقة دير الزور وحدود دير الزور، واضح داعش للعيان لم يتركوا مجال لقوات سوريا الديمقراطية أن تعزز المنطقة، أن تمشط المنطقة، أن تستطيع تسوية أبناء المنطقة ومحاسبة المسيء ومحاسبة من والى داعش، أو بالأحرى من لطخ يديه بدماء السوريين ودماء قوات سوريا الديمقراطية ودماء أبناء هذه الشعب، أبناء هذا الشعب. لم يسمحوا لهم بسبب هجوم أردوغان وأعوانه على المنطقة الشمالية. أدعو كل أبناء سوريا، كل السوريين وبحرقة، أن يجلسوا إلى طاولة حوار واحدة. أدعو كل الناس العقلاء وأدعو شرفاء العالم أن يقفوا موقف إيجابي إلى جانب السوريين. الحقيقة مللنا من الدمار، مللنا من التشريد، مللنا من القتل، ولا نقبل أبناءنا كسوريين أن يقتلوا بعضهم البعض. نريد وقفة شريفة من المنظمات الدولية، من الهيئات الأممية، من الدول العظمى، من الدول الراعية، من المنصات الدولية، أن تكون صاحبة وجدان وضمير وتقف إلى جانب السوريين وتنصفهم وتجمعهم، وإعادة ترميم البيت السوري وإعادة أعمار سوريا وبناء سوريا من جديد.